الصراع السياسي والتنافس السياسي بين القوى القائمة بشأن الكعكة العراقية لا زالت قائمة، لكن المهم أن الكل يشعر بأنه في حالة مرضية، يعني المشروع السياسي العراقي يعيش حالة المرض، وبالتالي فالكل ينبغي أن يتنادون من أجل عملية الإصلاح أو التفكير على الأقل وطلب المساعدة في حل المشكلات الرئيسية التي يمر بها هذا البلد، المشكلة الاقتصادية، المشكلة الأمنية، المشكلة العسكرية، مشكلة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية مع الخارج، كل هذه مشاكل يعيشها العراق، البنية التحتية، الخدمات في جميع الجهات، سواء كانت صحية أو تعليمية أو طرق أو سكن أو شيء من هذا القبيل، كل هذه مفقودة في العراق. لابد أن نتوقف ونجعل لكل قضية من هذه القضايا حلولها المناسبة.